السلام عليكم. السلام عليكم طلاب، سمعوني؟ خوش. اي حبيبي عشتي. اي نعم اي. اي والله عطشان عشتي. يلا استريح. لو سعدنا هالباب. طلاب اليوم راح ناخذ محاضرة كجزء من الجاسترونتستينال سيستم اللي هو الاورال كافيتي والاسوفيجس والستومك اند بارت اوف ذا ديودينوم. طبعا انتم هاي راح ناخذها بشكل بسيط، ليش؟ لان انتم صف ثاني بعدكم تاخذون البيزكس، بس احنا المهم كل ما تعبرون مراحل الدور راح تطبون ديب. فناخذ مختصر تعرفون عنه مبادئ، بس الاساسي راح تاخذوه بعدين بصف رابع تعرفون عنه. فنبدي بالأورال كافيتي. زين. الماوث. هم راح ناخذ بشكل مختصر. الماوث هو أول بارت من الجاستروانتستينال سيستم. الفود عن طريقه يدخل من عنده عن طريق السوالوينج للإسوفيجس. كله تعرفوه هذا. فأي مشكلة بالماوث أكيد راح تأثر على الإسوفيجس، أكيد راح تأثر على السوالوينج، على أبزوربشن. خوش، فاي مشكله بي لازم نعرفها. اكثر مشكله تصير بالماوث، اكثر بروبلم تصير بالماوث هي الاورال ألسر، وكلكم وخاصه انتم كطلاب يصير عندكم شغله الماوث ألسر، الافثس ألسر. الافثس هو عباره عن فراقيس تصير بالماوث. خوش، تصير اما بينفول او بينلس حسب الكوزز مالتها. ناخذ البينفول ماوث ألسر اللي يصحوا لها الافثس ألسر، هي الـ commonest cause of oral ulceration painful superficial branch. شنو يعني superficial؟ يعني انت شوف باللب او بالتانك او بالميوكوزا of the palate راح اشوف عبارة عن ulcer صغير بس مو ديب، بس مجرد superficial ابيض، لونه ابيض. هذا يصير very very painful بحيث يمنع المريض من السوالوينج، كله pain المنطقة تصير. هذا يصحوا له افثس ulcer وكلكم مارين بي، اما يصير باللبس، اما يصير بالتانك، اما يصير بالسوفت باليت. خوش، كلكم صاير بكم يصحوا له هذا الافثس ألسر. خوش عيني، شنو الاسباب مالته هذا الافثس ألسر؟ شو تتوقعون؟ يلا طلاب جاوبوني، شاركوني، شنو تتوقعون الكوز مالته؟ اهم كوز لهذا الافثس ألسر. فانجاي. مريم بعد حراره، شنو قصدك حراره؟ تبارك. Hot food, emotional stress. عبد الله عاشت ايدك. ستريس اهم سبب للافثس ألسر. ستريس. طلاب صف سادس كليه يجي يراجع الطبيب، يراجع طبيب الاسنان او يراجع طبيب باطنيه، حلقه انت رسحب طلعت له هاي لطمه حمه، ما اعرف اذا صايره بيكم لو لا طلاب صف سادس. ستريس، اي ستريس يمر عليك وبعد ما تقدر تفكر وصاعد عندك الادرينالين او خايف، راسا طلعت لك هذا الافثس ألسر. فا ايموشنال ستريس هذا اهم سبب بي. بعد شنو الاسباب مالته؟ شنو عند الطلاب بعد؟ منو قال؟ طفيليات، فطريات، بكتيريا، كونتامينيشن. زين الثاني الفيروس، سامعين بالهيربس سمبلكس، بارت من الهيربس سمبلكس. فيرال انفكشن واحد من البرزنتيشن مال هيربس سمبلكس هم يصير عندك افثس ألسريشن. هذا السكند common cause. بعد شنو الأسباب الثانية؟ الأسباب الثانية part of systemic disease. يعني شنو part of systemic disease؟ يعني أكو فد systemic inflammation بالبودي، أكو فد chronic disease بالبودي، فبارت من هذا ال systemic disease قامت تطلع لنا في أفثس ألسر. واضح؟ يعني شنو؟ يعني واحد
جاني كل شيء ما بي، كل لا عنده ستريس لا عنده هيربس سمبلكس، بس جاي صار عنده افس السر ريكرنت بينفول افس السر. دكتور اني هاي طول السنه جاي يصير عندي افس السر وجاي اذيني وما جاي اقدر اكل حوالي 6 مرات بالسنه 5 مرات بالسنه. دورت يابا انت عندك مشكله؟ لا دكتور انا مرتاح بحياتي وما بي شيء. زين اني ايموشنال ستريس هي هم صحيح ايموشن، اكو واحد يصير عنده من الايموشنال ستريس 7 مرات بالسنه يصير عنده افس السر؟ مستحيل، لازم ادور على سيستميك كوز. شنو الكومن سيستميك كوز مال افس السر؟ تخلي ببالك ميل وعمره فد 30 سنه وعنده هذا الريكرنت افس السر البينفول، وبالشرق الاوسط الميدل ايست او تركيا او اسرائيل او الاردن اكو فد ديزيز هنا كومن هيك يسوي بينفول اورال افس السر. شنو سامعين بالبهجت سندروم؟ سامعين بالبهجت الطلاب؟ اكو فد سيستميك ديزيز انفلاماتوري ديزيز اسمه بهجت سندروم، يصير بالميدل ايست بيشنت العراقيين الاسرائيليين الاتراك، هو بالاتراك اكثر شيء اكتشفوا بحيث بهجت هو اسم تركي بالجوينتس، هذا يصير عنده ريكرنت بينفول افس السر وجينيتال السر، فلازم ادور على هذا السبب. منو اللي جاوبني قال لي اسيد ريفلكس تو ذا ستومك؟ ملاك اسيد، واحد عنده كرونيك جيرد دائما يشكو من جيرد، اسيديتي اسيديتي اسيديتي، بحيث اسيديتي مو هاي الطبيعيه اللي كل واحد يصير عنده وراء الاكل، لا اسيديتي صار عنده افتس السريشن، اسيد اثر على الميوكوز صار عنده افتس السر. وهوايه بعد ديزيزز، واحده جاوبت قالت لوبس روماتويد ارثرايتس، المهم هو بارت اوف سيستميك ديزيز. عاشتيتكم عرفتوا هسه الفكره عن الافتس، شنو التريتمنت مالته؟ عادة هو سيمتوماتيك تريتمنت، إذا ما لقيت كوز سيمتوماتيك توخر البين، ماوث ووش توبيكال أسيد سالسيل أسبرين توبيكال بس على ما توخر البين وتنتظره سيلف هيلينج سيلف ليميتد. زين إذا البارت أوف سيستميك ديزيز شنو العلاج مالته؟ مو بس أسوي له بين كيلر وتوبيكال سالسيل، بالإضافة لهاي السيمتوماتيك تريتمنت لازم أعالج البهجت، لازم أعالج السيستميك لوبس إرثماتوسس، لازم أعالج إذا عنده تي بي، ده كل شيء لازم أعالجه، لان هذه اعالج اعطي سيمتوماتيك يرجع مره ثانيه. خوش حتى اذا هو ديو تو ذا ايموشنال ستريس هم لازم اقعد احكي وياه، يا ستريس تقلل تروح للسايكولوجيكال ثيرابيست تحكي وياه، بس على مود يقل الستريس عليك على مود تقل الحاله. عليكم السلام، عاشت ايدك عاشت ايدك، شكرا جزيلا. تقدم من يمك اي قدم من يمك. هذه صوره الافطس واضحه، انتم شايفيها طلاب كلكم شايفيها، صايره بيكم او باهلكم او واحد تعرفوه. خوش عيني. زين نيكست نيكست نيكست، هذه السيستميك كوزز اوف اورال ulceration سيلياك ديزيز. طفل كل مره يصير عنده هذا الافطس ulceration لازم ادور اني كطبيب جاسترو انتستينال سيستم كجي اي تي سبيشالست كل طفل، او ليش طفل حتى الكبار، يعني حتى بالكبار كل اورال السر ودورت وما لقيت كوز لازم ادور على سيليك ديزيز. وحده من البرزنتيشن مال سيليك ديزيز هو الاورال السر، لازم ادور على كرونز ديزيز. كرونز شنو؟ هو بارت اوف انفلاماتوري باول ديزيز، كرونيك انفلاماتوري باول ديزيز اللي هو الالسراتيف او كرونز ديزيز، البرزنتيشن مالته عباره عن اورال افس، فلازم ادور عليه. شلون ادور على كرونز ديزيز او سيليك ديزيز؟ سيليك اديس سيرولوجي أدز أو أسوي أبر إندوسكوبي وأخذ بايوبسي. كرونز شلون؟ أسوي كولونسكوبي لور إندوسكوبي هم على مدى أدور كوز. إنفكشن هيربز والكانديدايسيز سيستميك لوباس بهجت أكو سكين ديزيزز راح تأخذوها إذا أخذتوا جلدية يسحوا له البنفيغاس والبنفيغاس فالغارس والبنفيغويد. دراجز دراجز أخذ واحد أموكسيل وصار عنده أليرجي من الأموكسيل وكل جسمه صار اليرجي، وحده من البرزنتيشن مالتهم افس يصير اورال ulceration العفو. كانسرز واللوكيميا البرزنتيشن مالته. نيكست نجي الاسوفيجاس، نبدي بالشغلات المهمه. الاسوفيجاس هوايه بيه شغلات، انا العام انطيتهم محاضره وحذفت هوايه حذفت معي، قلت لهم هاي لا تقروها هاي لا تقروها، هالمره لا اختصرتهن. الاسوفيجوس اهم شغله بهاي المشكله اللي تواجه المجتمع وتواجهكم يجوز وتواجه اهلكم هو الجاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز بيرنينج سنسيشن.
شلون يعبر المريض عنه بالعربي؟ جالي، عبارة جالي، دكتور أنا عندي جالي، مو جالي طبيعي. كل إحنا هسه إذا أجا موسم التمنقيمة وكنا تمنقيمة وثقلنا بالأكل، كل إحنا يصير عندنا جالي. هذا أسميه قاس أو أسفاجر رفلكس ديزيز؟ لا ما أسميه، بس أكو واحد ديلي ديلي صبح وليل أو بالليل أسيديتي أسيديتي بيرنينج سنسيشن، هذا هنا أنا حرارة بصدري، أحس فشي شويني من جوه، هذا القاس أسفاجر رفلكس ديزيز، صار ديزيز، مو سيمتوم اجت مره واحده وعادي. هذا القاس أسفاجر رفلكس ديزيز كومن، ايش ما تصورون كومن شغل العيادات من القاس أسفاجر رفلكس ديزيز، يعني ما ادري نص الشعب العراقي اذا مو ثلاث ارباع عندهم الجرد. خوش فيجيك المريض يقول لك دكتور انا اشكو من هذا البيرنينج سنسيشن، شنو هو؟ اسيديتي اسيد رفلكس فروم ذا ستومك للاسفاجس، اللي هو نورمالي المفروض ما يحس به المريض، المريض المفروض من يبلع اللقمه ما يحس بيها، المفروض المريض صح حتى اذا صعدت اسيديتي شويه ما يحس بيها، حس بيها وصار عنده هذا الاحساس مال البيرنينج سنسيشن صح ولا قاس اسفاجر رفلكس، وشوف ايش قد كمان خوش عني يسوي اهم سيمتوم، اهم سيمتوم بي هو البيرنينج سنسيشن. نيكست، شنو الكوزس مالته؟ اكو هواية أسباب للقاس أسفاجر رفلكس ديزيز، معدد لكم إياها أنا. هياتس هيرني، وهسه يمكن أكو صورة على هياتس هيرني نشرحها. نيكست، تفضل. هذه الهياتس هيرني، شنو الهياتس هيرني؟ إحنا الإسفاجس يدخل بالدايفرام، يدخل للأبدومن للستوماك عن طريق السحولة دايفراماتيك هياتس، فتحة، هياتس معناها فتحة. يدخل من عندها يتصل بالاستومك، فاني اذا هاي الفتحه رخت زادت المسافه مالتها صار صح ولا لاكس كارديا، او الاستومك صعدت لي فوق، شوف الصوره اي رقم اي، الاستومك بدل ما جو الدايفرام عن طريق هذه الفتحه الهيرنيا صعدت لي فوق صح ولا هياتس هيرنيا، او لا والله جزء من المعده صعد بصف الاسوفيجس بارا اسوفاجيال هيرنيا او سلايدنج هياتس هيرنيا، ما اريدكم تدققون كلش بهاي التفاصيل، بس هيك الصوره على مود التوضيح على مود تعرفون شنو هيرنيا. من صعدت هيك راح الافكت مال الدايفرام الضغط على الاسوفيجس، لان انا شلون اقلل الاسيديتي على مود ما توصل الاسوفيجس؟ هواي عندي شغلات، وحده من عندهن الدايفرام، الدايفرام عليه بريشر على الاسوفيجس يساعد انه يقلل الرفلكس مال الاسيديتي للاسوفيجس، هاي وحده من عندهن، اذا راحت صارت هيرنية صار جارد قاس اسفاجر رفلكس ديزيز. واحده من الشغلات الثانيه اللي تقلل الاسيديتي اللور اسفاجيال سفنكتر، كل ما يجي الاكل ينزل للاستومك ينفتح السفنكتر مال الاسفاجس ولازم يرجع ينست، اذا صار ريلاكسيشن بهذا السفنكتر لاي سبب كان هم ترجع الاسيديتي للاستومك. شنو بعد تقلل الاسيديتي؟ ايش تتوقعون شنو اللي يقلل الاسيديتي من الاستومك للاسوفيجس؟ عددنا قلنا الهياتس هيرني، الميكانزم مو كوز، او لور اسوفيجال سفينكتر. شنو السبب الثاني اللي يقلل لنا الاسيديتي توصل للاسوفيجس؟ شنو ببالكم؟ هاي شو وقت السؤال نسال هذا؟ عفوا دكتور مرض بهجت شو يسوي بالضبط؟ يعني من شنو نحكي على بايكربونات اند سلايفا، فيري جود. وحده من الاسباب هاي البايكربونات الوسط القاعدي اكو يعادل الاسيديتي مال الاستومك، خو اذا الاستومك دائما اسيديتي اسيديتي اكيد تاثر على الاسوفيجس، بس اكو سبب مهم طلاب، اكو سبب مهم يقلل لنا الاسيديتي انه تصعد الاسوفيجس، الجرافيتي، الجرافيتي مال الارض، هاي الجرافيتي نفسها هي تقلل الصمامات المريء، هي قلناها ساره سفنكتر لور اسوفيجال سفنكتر. الجرافيتي مرات من تصيرون اطباء يجيكم المريض يقول لك دكتور انا بالليل انام يجيني البيرنينج سنسيشن، انا الصبح كل شيء ما بي، اقعد الصبح من الصبح ميت مروره بحلقي وحموضه، اقوم اروح الشغل يروح كل شيء. شنو ايش تتوقعون هذا السبب؟ سبب الجرافيتي ديكريز انترا ابدومينال بريشر؟ لا بالعكس انكريز انترا ابدومينال بريشر. زين اجى هذا مو تقل الجاذبيه، الجاذبيه ما تقل، يصير فلات بعد الجرافيتي تقوم تسحب، بالعكس ما تسحب، يعني ما تسحب ما توخر من الاسوفيجاس تخليه راكد مثل المي الراكد،
اجت اسيدتي وصلت الاسوفيجس نام نامت وياه ظلت بالاسوفيجس سحبها بالعكس الاسوفيجس. ولهذا المريض لازم نقول له نوصيه قبلها خلينا نحكيها بعدين ارجع الهياتس جاستروباريسيس. شنو الجاستروباريسيس؟ الاكل المفروض تاكله ينزل من الاستومك للديودنم ما يظل بالديودنم ظل الاستومك تعجنه على متودي بعدين للديودنم. من الظل يتاخر بيها اللي هو اكثر سبب يتاخر بيها شو وقت سكر. المريض اللي عنده سكر وما منتظم ديابيتس الاكل يتاخر بمعدته فمن يتاخر بمعدته راح تظل المعده تفرز اسيد زادت الاسيديتي وصلت للاستومك. او اكل اكله كلش كبيره اقول لك غدير مو هالقد تكتبين شيء لحق لسان اقرا زين زادت الاسيديتي اكل بالضبط. انا من اقول لكم ثمن وقيمه ما شاق مو هيك للهزل. اكثر موسم يصير بالجاستروسفاج ريفلكس هو القيمه اكله كبيره وبكميات كبيره وصعب هضمها وبقوليات بيها ودهن بيها ولحم بيها كل شيء عبارة عن معجون بقيمة وأكل هواية. طيب صدق طيبة هي القيمة خوش أكل هواية وترست معدته صارت عدة أسيدتي وظلت هاي كل صعب تنهضم. ولهذا هذا اللي يأكل قيمة يظل شبعان زادت الأسيدتي زين. بعد الجاسر أي شيء تأكله ويظل بالمعدة دهون من تروح تأكل لك باكر ثقيلة وبيها دسم كلش قوي يجيك الجير. ليش؟ لأن زادت الأسيدتي لأن صار جاستروباريسيس اتأخرت ال how diabetes is related to the time of food staying in the stomach. علاوي الديابيتس أكو شيء بي يصحوا له diabetic neuropathy خوش لأن ال السكر من يصعد يخربط شكو بالجسم بس أهم شيء يخربطه هو النيرفز neuropathy. ولهذا المريض يبدي يصير عنده فشي شغلات يجيك يقول لك دكتور أنا عدي برجلي تنمل بأطراف إيدي تنمل. شنو هو هذا اللي تنمل؟ بدأ يأثر على البرفرال نيرفز صار عدة تنمل برجلي. شلون أثر لعد على الستومك؟ أكو الستومك بيها نيرف سابلاي لو لا بيها نيرف سابلاي أوتونوميك نيوروباثي يسوي خوش فيزرال نيرف سابلاي مال الستومك يأثر عليه. نيرف سابلاي مهم على مود الشغل مال الستومك من يتأثر هذا ويصير بنيوروباثي يتأخر شغل الاستومك فيقوم الأكل مالتك إذا تأكل أنت ونص ساعة ينهضم أبو السكر يجوز فت ساعتين يلا ينهضم. وناظور إذا مريض عنده السكر وما منتظم بدل ما أقول له أقطع الأكل 6 ساعات أقول له 10 ساعات أقطع الأكل لأن يقطع الأكل 6 ساعات وأجي ألقى بالاستومك أكل. هذا صح ولا جاستريك باريسيس بسبب النيوروباثي خوش علاوي زين. وين وصلنا؟ increase intra-abdominal pressure هي واضحة stomach أكو شيء يدفعها من جوا ويصعد يصعدها للchest يفتح الاسفنكتر يفتح الديفراماتيك هياتس. شنو هاي الشغلات اللي تسوي هيك؟ obese من واحد بطنه هالكبرها أكيد يصير عنده جيرد. ولهذا يقول لك دكتور شلون أعالج الجيرد؟ بالإضافة العلاج يقول روح ضعف وزنك obesity pregnant شنو تلورز تلوسر زين الأوبيز قلنا والبريجننت كل ما البريجننت تروح مراحل متقدمة من الحمل تجيك تقول لك دكتور لما صار عندي أسيديتي وفد كمان هذه البريجننت يصير عندها أسيديتي. ليش؟ قام يزود الانترابدومينال بريشر قام يكبر الطفل كل شغله زود البريشر. الكرونيك كف شو العلاقه الكرونيك كف؟ لا هو كرونيك كف ككوز بالرفلكس مو الرفلكس كوز من الكف كف ويقح و24 ساعه يقح ويزود الانترا ابدومينال بريشر خوش صار عنده لان هذا يعني قح زاد البريشر عنده صار عنده رفلكس اوفيسيت. كل شغله زود زين. ولهذا الويت لوس يقلل السيمتوم. الان هيلثي لايف ستايل الفاتي فود الهاي ريتش كالوري فود السموكينج خوش كلهن ذني سوون جيرد. ليش؟ طبعا مره اقول جيرد لان مره اقول حسب كل سوا واحد يلفظها شكل جيرد. احنا نقول
يعني عرفت على شنو تسأل، بس هسه أقول لك عليه. ليش الـ unhealthy lifestyle تسوي جيرت؟ لأن تقلل اللور اسفنجال سفنكتر اللي هو واحد من الميكانيزم اللي يقلل لنا الأسيديتي توصل للستمك. حسب الميكانيزم تعرف الكوز، حسب الميكانيزم. الدايفراماتيك هياتس هياتس هيرني اللور اسفنجال سفنكتر ذن الأسباب اللي يقلل لنا. انترا ابدومينال بريشر هاي الأسباب، الجرافيتي هاي الأسباب مالت. فذني البنج درينكينج يعني يشرب هوايه، مو يشرب بعقل، الكهوليك ويشرب هوايه، سموكر هوايه، كله قلل اللور اسفنجال سفنكتر. منو سألني؟ صادق، صادق هذا فد شغله انساها عوفها، هاي سحوله ترانزيانت لور اسفنجال سفنكتر ريلاكسيشن بريشر، فد شغله مو بالباطنيه، صب صب سبيشالتي تاخذها. فهيك يعني امسحها اصلا، طلاب هاي مسحوها. باوع الكوز بعد واحد ياخذ ادويه هوايه نساز 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 كله زود الاسيد ريفلكس، ومنها هو عنده هاي الاسباب. نيكست الهياتس هيرني حكيناها. نيكست شنو الجيرد؟ زين جي او ار، وين سالت على جي او ار؟ وينها؟ increase intraabdominal opacity chronic cough increase abdominal reflex hence weight loss may help. هذا نفس الجيرد، جيرد جيرد قاس اوسوفيجيال مرات مو قلت لك يخلون او اذا بريطانيين امريكيين لا ما يخلون او. الكلينيكال فيتشر حكيناها، هارت بيرن، فلويد ريجرجيتيشن. شنو الفلويد ريجرجيتيشن والووتر براش؟ اكو ما ادري اذا صايره بيكم طلاب، يقول احس مي هنا اكل هيك شويه التريع يصير مي هنا ويروح وراها، هذا الووتر براش، وحده من الاسباب الكلينيكال فيتشر مال جيرد. ومرات حتى حامض مروره بحلق يصير، وهاي الاسيديتي. نكتشورنال كف اصلا وحده من الاسباب مال الكرونيك كف اللي ما نعرف الكوز مالته هو الجيرد. واحد يجي لا هذا بارد بارد، لا لا انا احبه جاهز. واحد جاني عنده كرونيك كف، دكتور رحت لكل مكان وماكو، او شاف ابو الاي ان تي شاف لي هاي المنطقه، ادويه مزمنه ما اخذ، رحت لابو التنفسيه وقال لي ما عندك ربو، سويت ريسبيرتوري فانكشن تيست بالمونري فانكشن تيست وما عندي شيء. هذا بالاخير يطلع تالي جيرت، بحيث هاي التريتمنت كلها اللي طهيان عوفها نطي بي بي اي يروح من عند الكف، خاصه بالليل. تشيست بين مرات هذا صدقوا صدقوا اكو جيرت حياته ما عايشها من ورا الجيرت، صدقوا جيرت حياته ما عايشها من ورا الجيرت، من قد السيفيرتي مال البيرنينج سنسيشن. لا اقدر اطلع يقول لي، لا اقدر اروح دوام، مرات اطلع من الدوام لا اقدر احضر مناسبات، من قد الحياة القاسية اللي عايشها 24 ساعة حريقنا، تخيل شنو حياتك. خوش هذا مرات صعد تشيست بين، سبازم يصير بالإسوفيجس من قد الأسيديتي جاية توصل له، سبازم صار عنده تشيست بين. ديسفيجيا أودينوفيجيا هذا من قد جير 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 يصير عنده بريك دور إسوفاجايتس، إسوفاجايتس الطيب بستركتشر، ستركتشر يعني بالضبط الإسوفيجس إذا نازل هيجي قام يرفع ستركتشر، لأن فايبروسيس قام يصير، قام الدور الاكل مني بلعه ما يقدر يعبر، ديسفيجي او ياذي اوتينوفيجي. التريتمنت مالته زين، الاخطر شيء بالجيرد هذا كله مو خطر، اخطر شيء انه خاف يتحول الى بارد. شنو البارد اسوفيجاس؟ البارد الميوكوزا مال الاسوفيجاس تتحول بسبب الاسيديتي المستمره، الاسيديتي المستمره تتحول من سكويموس الى انتستاينال تايب. شنو هي الانتستينال تايب؟ كوليومينار. نورمالي هاي موجوده بالاسوفيجاس؟ لا ما موجوده بالاسوفيجاس. لعد واذا تحولت، واذا تحولت من تتحول اي مكان يسحوا له ميتابليزيا، ميتابليزيا باب نورمال سايت، الاسوفيجاس من السكويموس مالته تتحول كوليومينار اب نورمال سايت، هذا بي ريسك مال ديسبليزيا. ديسبليزيا شنو؟ الدور هاي الميتابليزيا تتحول الى مالجنسي،
ادينو كارسينوما. اذا هذا عنده سنوات جيرد خوش عافيه، اذا هذا سنوات عنده جيرد وجيرد صار ميتابليزيا وصار بارتس، البارتس احتمال يتحول ادينو كارسينوما. هذا البارتس شنو؟ ما هو نفسه، هو بيرنكس ما راح يصير عنده تغيير جديد، ما يعني مو فد سيمتم جديده، بس انا لازم اشوفه. شلون اشوفه؟ ادخل بناظور اشوف ابو جيرد عنده بس اسوفاجايتس لو لا صار عنده بارتس. البارتس هذا الدور اظل اسوي له فلوينج اندوسكوبي على مود اشوفه خاف يتحول الى ديسبليزيا، واخذ بايوبسي تريتمنت المين نيكست. هذه باع شلون تحولت الميوكوزا الى مثل التانج لايك مثل اللسان، هذه سحولها بارتس اسوفاجس. نيكست شنو المانجمنت؟ اهم شيء لايف ستايل موديفيكيشن، ضعف نفسك، اكل ثقيل لا تاكل، نومك بالليل لازم بعيد عن اكلك بالعشاء فد 4 ساعات على الاقل، خفيف تاكل كلش خفيف وتنام ورا 4 ساعات، حاول تنام مائل، يعني اذا انت تنام فلات كلش حاول تخلي فد مخاديد 2 على مود شغل على مود الجرافيتي تساعد الاسوفيجس انه يتخلص من هاي الاسيديتي. قلل كل باد لايف ستايل، اقطع مثلا القهوه، اقطع السموكينج، ضع وزنك اذا 120 خليه فد يوصل 90 كله يفيد هذا. خوش البريجننت من تجيب تروح، كل هذا اللايف ستايل مهم. مرات اكون ناس على اللايف ستايل كل شيء يروح، يقطع الفات فود، يقطع ذني الحوامض، يسوي هاي التوصيات كلها، يقطع السموكينج، يقلل وزنه، يروح الجيرد من عند. مرات لا، يدخل كنا نسوي له نعطي تريتمنت ميديكال، لازم نقلل الاسيديتي بالستومك. اكو سيمتوماتيك راسا تشتغل اللي هي الانتي اسيد، تعطي انتي اسيد اللي هي عباره عن الكالي تعادل الحامض تعادله بقاعده، هذا فدرا بد ريسبونس. الشاي يأثر بكافيين هم يسوي ريلاكسيشن باللور اسوفاجيال سفنكتر، ف يعني هذا ربط ريسبونس. واحد شلون يقول يا بعد جالي اخذ هذا الحبل قرض انتي اسيد، او لا لازم انا دائما اسوي كرونيك سبريشن للاسيد. شلون اسوي كرونيك سبريشن للاسيد؟ عن طريق الاتش 2 ريسبتر انتاغونست بلوكر زانتاك وجماعتها اللي هي قديمه بعد ما نستخدمها. اهم شيء البي بي اي، هسه البي بي اي هم سيمتوم ريليف وهم اذا اكو اسوفاجايتس تعالجها، فهي سيمتوماتيك وثرابيوتيك. البي بي اي، البي بي اي كلش مهم. ويوصل مرحله طلاب مرات الجيرد ما يستفاد حتى على الميديكال تريتمنت، الدور هناك الجئ السيرجري صح ولا فندوبليكيشن. خوش شنو الفندوبليكيشن؟ يعني ما اريد اشرح لكم اياها بالتفصيل الممل، بس هي يدخلون لابروسكوبيكلي يلفون بدايه المعده على نهايه المريء. شلون يروفوها؟ خوش على مود يقللون يعني يقللون من يزودون السفنكتر بريشر على مود يقللون الاسيديتي توصل للاسوفيجس، يلفوها بالضبط دائر مدار الاسوفيجس. فالشغله كلش معقده يعني لا تدخلون بها، بس عرفوا اسمها فندوبليكيشن. نيكست ثاني شيء بالاسوفيجس هو الاكاليزيا. الاكاليزيا هو عباره عن فيلير اوف لور اسوفيجال سفنكتر ريلاكسيشن. بروكانتك ما استفاد من عندها، ماكو lateral way or lateral side or right، ما بيه هيك سيمي سيتنج مخادي، يعني 45 مو كلش 45 درجه فد 30 درجه، ما له علاقه رايت سايد او ليفت سايد شنو العلاقه، هم راح يبقى الاسوفيجس هو فلات ذان متا رايت سايد او لا. وبروكانتيك ذول اللي عندهم gastroparesis اللي المعده مالتهم ما تمشي الاكل، اي تعطيهم بروكانتيك. بروكانتيك معناها تزود حركه المعده، فالاكل اذا بقى بالمعده وما انهضم اعطيه بروكانتك على مود احركه. اكاليزيا، اكاليزيا هي عباره عن فيلير اوف لور اسوفيجال سفنكتر ريلاكسيشن. هاي نيورولوجيكال ديزيز. المفروض اللور اسوفيجال سفنكتر اللي هو متقلص من يجي الاكل ينفتح، ما ينفتح. يظل متقلص متقلص وفوق الاسوفيجس يتوسع، فوقه يتوسع، فوقه ما جاي ينفتح. والمريض يقول لك ديسفيجيا يا دكتور عندي، ما اقدر ابلع. هذا صح ولا اكاليزيا؟ As simple as this. شنو المين كلينيكال برزنتيشن مالته؟ ديسفيجي. ما اقدر ابلع دكتور. اكو وجع؟ لا ما اكو وجع بس ما اقدر ابلع. حتى المي مرات يوقف لي. ليش؟ ما جاي يتقلص، لورس جاي يجي الاكل، جاي يجي المي، يطب شويه يجوز معده والباقي يظل ويتوسع الاسوفيجس، يريد يقاوم، الاسوفيجس فوقه يقوم يتوسع على مود يقاوم يريد يدفع. نيكست. شوفوا اللقطة هاي هي تمثل لكم بالضبط، شوفوا الاسوفيجس فوق ايش كبره صاير، وشوفوا السفنكتر جوا شلون متضيق.
هاي الاكاليزي. زين يعني هي علي هذا مو سؤال، هذا ما انا اكو هيك شيء سمعته بالمحاضره والله هذا دينجرس ذان ذيس وهذا، يعني ماكو هيك سؤال علي. رجع للصوره، كل شيء والى كلينيكال برزنتيشن والى تريتمنت، بعد هذا اخطر هذا اخطر ما له علاقه. يصحوا لها بيرت بيك ابيرنس. شنو بيرت بيك ابيرنس؟ هذه الصوره بالضبط بيرت بيك ابيرنس. هذا انت بالطوارئ قاعد وقلت لواحد سوي لي باريوم وشاف وطلعت هاي الصوره، شفت هاي الصوره بالباريوم راسا تقول هاي اكاليزي، لان اكو فد كاركترستيك ساينس على بيرت بيك ابيرنس. شنو البيرت بيك؟ شايفين الحمامه من دنق تريد تاخذ التمنايه من القاع او الدجاجه او بالضبط كانه هاي تخيلها حمامه مدنقه وجاي تاخذ. خوش هذا راسها وهذا المنقار مالتها جو، هذا الصحول بيرت بيك ابيرنس. هذا شوفه انت مقيم دوري، شوفه تخاور الاخصائي تقول له شفت اكاليزي، سويت لها باريوم ديسفيجيا وسويت لها باريوم وطلعت اكاليزي. نيكست المانجمنت مالته، اما نعطيه تريتمنت ميديكال، نعطيه فد تريتمنت تقلل الورس فجلس في نكتر على مود يعبر يقدر ياكل، او اندوسكوبي. انا يجي شغلي ادخل بالاندوسكوب، اما اطيب بوتوكس اسوي ريلاكسيشن بالسفنكتر، او لا والله ادخل بالون ونفخه باللور اسفنجوس سفنكتر واوسع المنطقه. خوش هذا اندوسكوبيك، او هذا كل ما فات الدور سيرجري. شنو السيرجري؟ خوش يصحوا له هيلر مايوتومي، يدخلون يقصون شويه من المسلز مال اللور اسفنجوس سفنكتر على مود يسوون بها ريلاكسيشن، اسمها هيلر مايوتومي. اما يسووها لابروسكوبيكلي يفتحون فتحات او لا سيرجيكالي فتح. انتم ما اريدكم تعرفون ذني كلهن بالضبط، المهم تعرفون اما ميديكال او اندوسكوبيكلي تريتمنت او سيرجيكال تفاصيلها ابسيوم شانل او نايت رايز او اندوسكوبيك او سيرجيكال. زين علي يوسف انتم عوفوا المناقشه بيناتكم هسه، انتبهوا عوفوا المناقشه. ولور اسفنجال سفنكتر هذا مور كمان الجيرد مور كمان ذان، بس كدينجرس يعني انت هذا سؤال هو ماكو هيك شيء، بس اقول لك الاكاليزيا اذا صارت بها ريسك مال مثلا هم مالجنسي تتحول، والمريض يعاني اكثر من ابو الجيرد. الجيرد شويه تمشي اموره، بس تخيل تخيل انت ما تقدر تبلع، منو اهم عندك جالي لو ما تقدر تبلع؟ اكيد انت ما تقدر تبلع، يعني ما اقدر اكل ويت لو الدور يصير عندي، لا ذاك ياكل ويشرب عادي. نيكست شلون نيرف سبلاي اكو بي مشكله، اما كونجنتال كونجنتال هي فاميليال اكو فد مشكله بالنيرف سبلاي. نيرف سبلاي ما جاي تقل، هو نيورولوجيكال ديزيز واضح. مالارويز شنو المالارويز؟ تير باللور اسوفيجل اسوفيجس باللور اسوفيجل بارت، فتير صغير مو لا هو ألسر خوش ولا هو اسوفاجايتس عاديه، لا تير بالضبط تير صح ولا مالارويز تير، اسمه اللي اكتشفه ما اعرف منه اسمه مالارويز صح ولا مالارويز تير. شو وقت يصير هذا التير؟ بالبيشنت اللي هو عنده ريبيتد فوميتنج. هو طبعا كاتب لك الكحول لك اكثر شيء من تقرا، مو سبب الكحول، لان الالكهولك من يشربون من يشربون يظل يشرب هوايه بالاخير يصير عنده فوميتنج فوميتنج فوميتنج، بس فورسفول فوميتنج يعني كلش قوي من قد ما فورسفول سوى عنده لور اسفنجال تير. هو مو الا الالكهوليك، مريضه فرضا عندها شنو بالك اللي يسوي ريبيت فرضا ديابيتيك كيتو اسيدوسس جاسترونترايتس وظلت تتقيا فد 10 مرات بالاخير صار تير. من صار تير جوك الاهل للطوارئ للحكومه، هاي تقيئة الدم قام يطلع دم. فأول سؤال سألوه تقولوا له الدم طلع بالبداية ويا التقيؤ؟ لو لا ظلت تتقيأ ظلت تتقيأ ظلت تتقيأ وبالأخير طلع دم. هاي فرق، إذا لا من البداية تتقيأ دم هاي تفكر تب كوزز هسه نحكي هنا جوز بابتك ألسر، بس لا إذا ظلت تتقيأ ظلت تتقيأ وبالأخير طلع ستريك مال بلط خيط مو فد كلوته كبيره، تفكر راسا تقول هم مالارويز تير. هذا سمبل ويطيب واحده بس وقف الفومتنج هو يطيب.
نيكست. هذا التير، شوف تير باللور اسوفيجس، ذاك السفنكتر وهذا لو ندخل بالاندوسكوب ادخل القى مثل هذا بالضبط. نيكست ستومك والديودنوم. غاسترايتس، شنو الغاسترايتس؟ انفلاميشن بالميوكوزا مال الاستومك كلها، هذه اكثر كمان من البابتيك ألسر كلش كمان. اما اكيوت او كرونيك، شنو اكيوت وكرونيك؟ رحت للمطعم واكلت وشربت فد شغله وصارت عائلتكم كلها، هذا قديمة، صارت عائلتكم كلها غاسترونترايتس، هو من اسمها غاسترونترايتس اللي هو دياري وفوميتنج وابيغاسك بين اكيوت. فد ثلاث ايام صار لي دكتور، يومين صار لي، ساعات صار لي، سمعت كلش توجع يعني حريق غاسترو سمبل اكيوت غاسترونترايتس، اكلت وشربت فد شغله سممت معدتك كلها. الو طلاب سمعون هسه؟ اجنت سمعون؟ اوكي. غاسترايتس اما اكيوت قلنا سمبل اكيوت غاسترايتس او كرونيك، ندخل بالاندوسكوب نلقى انفلاميشن بالوول مال الاستومك وارثما وكونجشن وجزء جرانيلارتي نلقى، هذا صح ولا كرونيك غاسترايتس؟ السايت مالتها مرات بس بالانترم مرات كل الاستومك. خوش المورفولوجي هاي حسب انا اشوفها، شلون اشوفها بالاندوسكوب، اشوف انفلاميشن هذا اللي قلت لكم عليه الكونجشن والارثما او لا، اشوف اتروفايد استومك اتروفيك غاسترايتس، او اشوف بها ميتابليزي اشوف تغيرات بالميوكوزا، او اشوف اتش بايلوري. هو شلون الاتش بايلوري تنشاف؟ ما تنشاف، بس انا اشوف فد مورفولوجي خاصه بالاتش بايلوري، جرثومه المعده هاي صح ولا هليكوباكتر بايلوري، اشوف جرانيولاريتي. جرانيولاريتي شنو بالضبط؟ مفصصه اعرف انه هاي اتش بايلوري اقول، والاتش تيولوجي مالتها حسب اتش بايلوري اوتو اميون الكحول نسات. خوش ورا الجاستركتومي نيكست جاستريك، هذا جاسترايتس بس لا اكو جاستريك ألسر، اكو مريض يشكي نفس هاي الاعراض اللي حكيت لكم اياها، بس ادخل القى جاستريك ألسر. ألسر واضح. شنو الاسباب مالته؟ اتش بايلوري واحده من الاسباب. نسايد يوز، يستخدم مريض عنده مفاصل عمره فد 60 سنه وعنده اوستيوارثرايتس و24 ساعه يستخدم بروفين وبونستان وفولتارين. نسايد هم سوت عنده جاستريك ألسر. ستيرويد ستريس هم يسوي لنا جاستريك ألسر. شنو الكلينيكال فيتشرز؟ نفسه هذا اللي حكيت لكم اياه، نفسه بالضبط. هم ديسبسي، والديسبسي هاي اللي حكيت لكم ما راح ما مفصلها هنا بس بيها تفاصيل بعدين هوايه.
شلون ادخل، وهاي الديسببسيا اذا واحد ب 30 سنه غير ما واحد عمره 60 سنه، كل واحد له طريقه معالجه. واحد المهم المريض يجيب ديسببسيا، شنو الديسببسيا؟ فيلينج اوف ديسكمفورت. انا دكتور هنا انا ما بهاي المنطقه ما مرتاح. شنو شعورك؟ ما اقدر دكتور اوصف شعوري، ما مرتاح، هي اكو فد مغفه هنا انا ما اعرفها شنو يعني، بس ما مرتاح. او لا يقول لك بين، اكو بين هنا يا دكتور، فاما ابيجاسك بين او ديسببسي. خوش طلاب زين. اكو لا والله برزنتيشن از كومبليكيشن. شنو برزنتيشن از كومبليكيشن؟ يعني يجيك للطوارئ اول مره متقيئ دم، متقيئ دم، هذا بعد فد ريد فلاج، على محمر الرفعه انه لازم نسوي له اندوسكوبي. ندخل بالاندوسكوبي نلقى هذا الجاسك ألسر. زين اللي هو بالالدرلي او بيرفوريشن. شنو بيرفوريشن؟ يعني شلون عرفاني جاني بيرفوريشن؟ برزنتيشن از ا كومبليكيشن، صرت انت بالطوارئ مقيم دوري وجاك مريض يصيح من بطنه، اجيت لزمت بطنه بالضبط لقيتها حجاره رجد، هيك سويت لها رجد، بس تلزمه بايدك يطفر من الالم، رجد ابدومن وتندر، رجد تندر ابدومن راسا. اخلي ببالي شنو اللي صار؟ perforation of viscous، اي بارت من الفيسكس، من الاستومك اللي جوا الانتس، اي perforation والجاستريك كونتنتس والاسيد او الانتستينال كونتنتس طلعت للبريتونيوم حفزته، ما متعودته على هيك irritation، راسا تقلص، peritonitis صار التهب، البريتونايتس سيفيرلي بينفول تندر، بحيث المريض ذات لزمه يطفر ورجد. خوش زين يا سلايد، هذا جاسك ألسر. خوش الجاسك ألسر، احنا قلنا اما اذا ندخل بالاندوسكوبي على الديسبسيا مرات نلقى جاسترايتس عاديه ومرات نلقى جاسك ألسر. اكثر اسباب الجاسك ألسر بناين، ادخل القى جاسك ألسر، الكوز مات اما ياخذ بروفين وجماعه النون ستيرويدال او ستيرويد يوزر، او لا والله عنده اتش بايلوري ومسويت له جاسك ألسر، او ستريس ومسوي له جاسك ألسر، اكثر اسبابه بناين او احتمال مالجنس جاسك كانسر. جاسك كانسر هم اللي برزنتيشن مالتك جاسك ألسر، ولهذا اكو تفاصيل انا ما اريد ادوخكم بها. الجاسك ألسر لازم اتاكد من عنده هذا مالجنس لو لا، لازم اخذ بالطرفه بايوبسي، لازم اعيد له ناظور ورا فتره. المهم ان تعرفوا انه اكو مالجننت واكو بناين. البناين هاي الاسباب مالت، يجي على شكل ديسببسي مرات، لا والله ما يجي على شكل ديسببسي، يجيني على شكل كومبليكيشن، يجيبوه للطوارئ متقيئ دم. خوش دكتور كل هالامراض لحد الان كلهن ممكن الكومبليكيشن يسبب الكانسر؟ لا مو ممكن الكومبليكيشن يسبب الكانسر ساره، كل وحده من ذني الحكيت لكم اياها الكومبليكيشن يصير من الجاستريك ألسر، اي سبب اي سبب كان، يجوز هذا الجاستريك ألسر السبب مالته بناين او مالجننت ولارج، ممكن يجيب هاي الكومبليكيشن اللي قلت لكم اياها، بناين او مالجننت، محتمل يجي هيماتميسيس ومحتمل يجي بيرفوريشن اذا تشفير. انا بهم ما اعرف الدكتور كل الامراض لحد الان كلهن ممكن الكومبليكيشن سبب الكانسر، يسبب الكانسر؟ لا، يعني شنو قصدك الهيماتميسيس يسبب كانسر، البرفوريشن يسبب كانسر؟ لا لا ماكو هيك شيء. يعني الاسيد يسوي ميتابليجيا ويسبب كانسر يعني. يعني احتمال اي، بس بالاستومك مو هيك السبب. الاستومك مو ذن الاسباب مالته، ذاك بالاسفيجس لا تخبطين. النون الستريس مثل ما يسوي افطس ألسر اوف انون كوز، بالاستومك يسوي افطس، يعني يتوقعون زوده الاسيديتي زياده عن اللزوم بالستريس وسوينا ستريس ألسر. زين ديسببسيا شنو؟ ايش بيها ديسببسيا؟ عباس زين شنو ديسببسيا وعلامه استفهام؟ بيرفوريشن علامه استفهام، شنو ذن؟ يجاوبون يسالون على معناهن ديسببسيا، مو قلتها؟ ما انتبهتوا معناها، ما منتبهين معناها ابد ما مركزين. ديسببسيا فيلينج اوف ديسكمفورت، المريض يجي يقول انا دكتور ما مرتاح، هاي المنطقه عندي ما مرتاح من عدها، احس طابوقه نايمه على بطني، ما مرتاح من اكل ما مرتاح، هذا بيرفوريشن. دكتور شيني يعني قصدي شنو؟ ما افتهمت.
اي هذا افتهمت اي بيرفوريشن ثقب عاش ايدكم عاش ايدك حازم عاش ايدك السبسي هو هذا الم مو شرط الم فيلينج اوف ديسكمفورت دكتور ما مرتاح انا واضح الم يقول لك دكتور عندي الم ببطني خوش عباس بعد عندك شيء استفهام خوش زين نيكست المانجمنت حسب الكوز اذا اتش بايلوري لازم تسوي له اراديكيشن يدخن اقول لك قطع التدخين لان التدخين مو سبب رئيسي لاسباب الجاسك والناصر لكن يزود الريسك مال البرفوريشن البليدنج النون هيلينج فروم جاسك ألسر انا ما مخلي بالكوزز بس السموكينج لازم ينقطع تعطي تريتمنت للاتش بايلوري ما يستفاد من عندها ما تطيب الاتش بايلوري لان يدخن الهيلينج يظل قاسك ألسر ما يطيب إذا يأخذ نون ستيرويد الله هواية أحاول أقلل من عدهين أنطي أقل سايد إفكس بيهين هوش خو أنا ما أقدر أقطعهن واحد عنده أوسيو أثراس ومعتمد على النساج أقلل أحاول من عدهين زين مينتنس بي بي آي إز إنديكيت شنو يعني مينتنس بي بي آي لازم أخليه على بي بي آي ففدة طويلة خاصة إذا عنده قاسك ألسر يجوز فدة ثلاثة أشهر وصل خاصة إذا عنده قاسرايتس كرونيك وعالجت وبقت غاسترايتس اخليه فتره طويله على بي بي اي مينتنس سيرجري اكيد السيرجري بالكمبليكيشن من يجي واحد عنده بليدنج لازم ادخل اني بالناظور هذا مو مال اعالجه بالطوارئ لازم يحولوا لي ادخل بالناظور واشوف البليدنج ارتري اقرصه قراصه اعطي ادرينالين انجكشن يجوز ما اقدر يجوز اخابر الجراح اقول له تعال ما جاي اقدر اوقف البليدنج تعال افتح ووقف البليدنج خوش perforation perforation هذا ما بي كونزرفاتيف جاك للطوارئ rigid abdomen وتندر قبل 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 الدزه شغلتين الدزه عفوا الدز chest x-ray على مود تشوف air under diaphragm الاير يطلع من الفيسكاس يوصل under diaphragm بحيث المريض من واقف الاير طالع جوا الدايفرام واخابر الجراح اقول له تعال قبل خوش بعد شنو failure to heal دكتور انترافينوس نسايدز نفس زهراء بالضبط الانترافينوس نسايدز اولا ماكو انترافينوس نسايدز النسايدز عاده اذا تنطي يعني انترا ماسكولار نادرا انترافينوس والسيستميك نسايدز تاثيرها بالضبط نفس التاثير مال الاورال اقل الاورال خو اكثر بس هم نفس الشيء هم يسوي قاسك ألسر وهم يسوي بابتيك ألسر ليش؟ لان الافكت مالتها سيستميك اصلا حتى لو تعطين ركتل نسايدز هم تاثر احتمال تسوي قاسك ألسر مرات ما اقدر اعالج القاسك ألسر طيت تريتمنت وما راح وما راح وما راح وما راح دور حول السيرجري زين قاسك اوتلت اوبستراكشن هم واحده من التريتمنت اللي تحتاج سيرجري اللي هي شنو قاسك اوتلت ألسر بالبايلوراس فرضا وطاب ومن طاب فايبروسيس شنو شلون طاب فايبروسيس خل امثلكم اياها مريض محترق ايده احترقت من يطيب الحارق مالته يصير عنده كونتراكتشر ليش؟ راح ينلم الجلد فايبروسيس يصير بحيث ايده هيك تلم طب فايبروسيس بالضبط بالاستومك هيك قاسرك ألسر ويم البايلورس اللي طب من عندها الاكل اللي ديودنام وطاب فايبروسيس لمت تقلص حجمها صارت بدل ما هي فتحه الكبرها صارت فتحه الكبر قام الاكل يتاخر يا الله يطب هذا احوله للجراح اقول له هذا عندك قاسك اوتلك اوبستراكشن سوي له عمليه نيكست الديودينال الكوزز مالته نفس شوفوا نفس الكوزز مال خوش السموكينج يقولون هنا ياثر يسوي شويه ديودينال ألسر بس عموما السموكينج مو سبب رئيسي سبب اذا صار ويا شغله ثانيه يعني مدخن وعنده اتش بايلوري مدخن وياخذ نون ستيرويدال واضح زين Stress, especially due to chronic illness, renal failure, cirrhosis, and the fat systemic disease. خوش صار عنده ألسر. Next. Clinical feature. شوف نفس الحكي عاد. هم أما simple أو يجيك perforation. Perforation هو ال most common بالديودنا ألسر. يجينا rigid abdomen. وهم يجي bleeding. أنا ما كاتبه بس هم احتمال يجي bleeding. ال management مالته eradication of H. pylori, smoking cessation. وهم توقف النسادس. نفس الحكي مال قاسك. نيكست. زين.
شنو اقدر انطي ادويه المعدويه انا ساذج. اي زينب خلينا نبدي بيها واحده واحده. اول شيء فاطمه نساج تاثر على الغاز الكيميكوزا. نعم تاثر على الغاز الكيميكوزا سيستميكالي تاثر، ومن تعطيها اورال دايركتلي هم متاثر. زين ايراديكيشن اوف اتش بايلوري، ها ما ها ايراديكيشن اوف اتش بايلوري معناها تريتمنت اوف اتش بايلوري. هاي ايراديكيشن تريت طلعي عندك قاموس حبابين، ترى انتم لغتكم الانجليزيه كلش مو زينه، اوعدكم قاموس وبالموبايل موجود. ايراديكيشن طلعي كتبي بالايراديكيشن معناها ايراديكيت تتخلص من treatment of H. pylori. تعطيها antibiotic هي H. pylori بكتيريا. شلون عالج البكتيريا؟ نعطيها antibiotic. زين اقدر انطي ادويه المعدويه انا سايز دكتور اذا ما اقدر اقل. اي عافيه زينب. زينب فرضا واحد عمره 60 سنه وعنده osteoarthritis severe وطبيب المفاصل يقول دك... يعني ما يقدر يوقف النسايز. فاحاول انطي ادويه مال يعني قليله سكن الامه بس قليله تاثر على المعده واعطي وياها بي بي اي مينتنس على مود احافظ على معدته. زين decrease mucus secretion which protect the stomach against acid. شنو هذا السؤال لو جواب للمن؟ ها مجاوب فاطمه عاف عاشت ايدك. زين هايبرغاستريميا شنو جواب له سؤال؟ هايب ايش بي؟ اكو هيك مو انا ما مخلي لكم اياها، مو اكو تفاصيل هوايه. اكو شيء اسمه غاسترينوما مالجنسي. غاسترينوما الغاسترينوما تفرز هوايه غاسترين والغاسترين يحفز الاسيد سكريشن، وكل ما زاد الاسيد سكريشن صار مالتيبل السرز مرات من الاسفيجس وبالستومك وبالديودينم. خوش هذا ديزيز واحده انا ما اريد افصل لكم اياها بالضبط واخليه، يعني اعطيتكم الاوتلاين مال هذا الموضوع. اكيد موجود وهم يسوي غاسك السر وديودينال السر والى اسم خاص همين. زين بعد شنو؟ بعد طلاب عندكم سؤال؟ طلاب انتم لا تدوخون لان هذه المحاضره راح تجيكم بالرابع وراح تعرفون عنها زياده، ترى هذه اوت لاين انتم طلاب صف ثاني بعدكم كلش صغار فهذه المعلومات كلش كافيه لكم. تروح اكو كتاب اسمه فيسيولوجي وتطلع البروتون بامب انهبيتر حازم تطلع شلون تشتغل البروتون بامب انهبيتر. بعد العفو مو فارماكولوجي ولا تدوخ كلش فيها. بعد عندكم بعد طلاب سؤال على مود نكمل؟ وانا موجود على التليجرام اي واحد يريد يسالني حاضر. حازم اريدك انا يعني اخو اقدر اجاوبك هسه بس يعني حرامات اريدك انت تطلعها. اكو فد ميكانزم بالاستومك اسمها بروتون بامب تفرز عن طريقه ينفرز الاسيد. اكو دراجز صنعوها تقلل هاي البروتون بامب ميكانيزم صح ولا بروتون بامب انهبيترز. اي انتم لا واحد يقعد يجاوب الثاني هنا تسالوني هسه وبعدين الجواب. عندكم سؤال بعد؟ ما اعتقد اكو سؤال. عندكم انتم طلاب سؤال؟ واضح؟ خوش قول حبيبي. العفو دكتور دقيقة انتظرني حبيبي. شلون عيني؟ من هم؟ البيبتيك والدودينام اصلا. اي بيرفوريتد فيسكس لو كولون كاس. ما تميز. هسه اذا انا اجاني ريجيد ابدومين وتندر ابدومين ريجيد بحيث مثل هاي اللي حكيت لكم اياه وسويت له اكس راي وطلع اير اندر دايفرام اخابر الجراح اقول له تعال بيرفوريتد فيسكس هذا. شو يسوي الجراح؟ عود يندل المكان؟ ايش راح يسوي؟ لا يفتح راح يفتح يسحوا له لابروتومي انسجن. شنو لابروتومي انسجن؟ يفتح البطن من الطول للطول من نال هنا يفتحها من فوق لجوا ويدور على البرفوريشن. ماكو اي كلينيكال فيتشر تفرق بين هذا وهذا. يقعد يدور الانتستين وحده وحده وين البرفوريشن. بينما اي والله يقعد يقلبها يلزم الاستوماك يلزم الانتستين. بينما اذا انا فرضا بالديودينام ودخلت عن طريق الاندوسكوب وشفت البرفوريشن راح اسهل على الجراح قبل اقول له يابا دكتور فلان ادخل على السكند بارت مال الديودينام قبل يروح له يسد البرفوريشن. شنو عيني منو سالني ذي تسال؟ انا دكتور. شو اسمك؟ يعني العفو اسمعك حبيبي اسمعك احكي.
دكتور قبل شوية قلت انه الاشتو ريسبتور انتاغونست اللي زانتاك وجماعته يعني صار يعني قديم وما حد يستخدمه ويستخدمونه بدال البي بي اي. نعم. اكو شيء يعني شو انا دا اشوف انه زانتاك يعني كل الناس اللي يستخدموه ماشي. ها كل الناس كل الناس. يعني العفو من الوصفات اللي هيجي. وحتى الجاسترونتولوجيست هذا على اللاف يعني غير هم يعني ليش انهم يستخدمون الاشتو ريسبتور؟ لان اني قلت لهم انتبهين ذي المحاضره قلت لك الزانتاك سيمتوماتيك تريتمنت بينما البي بي اي سيمتوماتيك ان ثرابيوتيك. شو تفضل انت تاخذ سيمتوماتيك بيس لو سيمتوماتيك وثرابيوتيك؟ اها فهمت دكتور. فالبي بي اي افضل اصلا نادرا ما يعني الطبيب اللي تشوف تقول هذا كاتب زانتاك وتقميت هذا اولد فاشن من ما حد يطلع اصلا كلش نادر. أوكي. زين منو عنده طلاب سؤال بعد؟ واضح طلاب؟ واضح المحاضرة؟ أروح؟ يلا عيني مع السلامة. أي سؤال عندكم بعد سألوني على التليجرام.